الفرق عم تتهيأ وعم تستعد لتنخرط مع فرق أخرى كتائبية أو حليفة. هالفرق عم تتهيأ لتندمج كلها سوا بمؤسسة عسكرية وحدة ضمن القوات اللبنانية، لتقدر كمان تعطي للبنان قد ما عطته لهلأ ويمكن أكثر. هالفرق المغاوير والوحدات المركزية وفرق كتائبية أخرى اليوم عم تستعد مع حلفاء لها لتبلش تنخرط أكثر وأكثر، لنقدر نجابه بالمستقبل. نتأمل يكون المستقبل القريب كل الصعوبات يلي عم بتجابهنا، لنقدر نرجع نعتبر كل لبنان حر وكل لبنان لنا. هيدي الهدف، هيدي الاستعدادات، وهيدي كل التحضيرات يلي هالفرقة هيدي عم بتقوم فيها ليوما ما تتمكن تقوم بواجباتها، مش بس بإناد، مش بس بمناطق لبنان الحر، إنما بكل المناطق اللبنانية يلي بحاجة لمين يحرر. هيدي بكل تواضع، هيدي بكل بساطة، وهيدي كمان بكل وضوح معنا هالحفلة الرمزية الصغيرة يلي هلأ عم نحيها لنكرم شباب عطوا شهداء. عائلة الشهيد جوزيف عطية، عائلة الشهيد توني جابور، عائلة الشهيد جبرائيل الحوية، عائلة الشهيد ميشيل حداد، عائلة الشهيد الياس الخوري، عائلة الشهيد مسعود الحوية، عائلة الشهيد، عائلة الشهيد بيير الحج، عائلة الشهيد موريس أبي خليل، المغوار توني الدين، المغوار امين سبتين، المغوار توني ابو رزق، المغوار شرب المطر، المغوار رفيق رشا، المغوار شانتي، المغوار ميشيل مكسل،